هي النقطة الحاسمة المفصلية نسميها المفصلية بتاريخ المملكة العربية السعودية حركة جهيمان. حادثة جهيمان. حركة جهيمان. نعم. حادثة جهيمان. نعم. طبعا هذه اللي غيرت المجرى المسار المملكة من الانفتاح والتقدم والتطور إلى التراجع. واحدثت اختطفت التعليم، اختطفت الجامعات. طيب. لكن البعض ممكن يرد عليك ويقول لك انه يا اخي الطلاب في تلك الفترة اللي هي في الفترة اللي انت رجعت فيها كانوا هم اللي قابلين هذا الوضع وهم اللي يحافظون عليه وهم الذين يريدونه. ليه ترون ان هذا نكوصا يعني؟ والله شوف في مسألة البيئة وتأثيرها على الفرد. الفرد ما يقدر يأثر على البيئة. البيئة المجتمع دوركايم ودوركايم والفلسفة العلم الاجتماع أنه الفرد هو نتاج المجتمع والمجتمع ما هو نتاج الفرد. طيب. وجدرية يعني مشهورة وكذا. فالبرمجة اللي موجودة في الشارع وفي المسجد وفي في التلفزيون، انخفضت البرامج التلفزيون للترفيه 19% كان من بعد جهيمان الى 2001. شلون هذه شو اسمها دراسه مسحيه موجوده؟ إيه دراسه الدكتور بعيز، دراسه الدكتور عبد الرزاق الحجر، كل درسوا الاعلام السعودي، والدكتور زامل ابو زناده. طيب يعني نسبه البرامج. إيه.